لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. بسم الله الرحمن الرحيم. تستقبلنا مؤسسة اليوم أول فراغ يتبنى في الإمام الحرام من دولة بنجلاديش الشعبية. وهذه المؤسسة مؤسسة في حجاج جنوب آسيا تستقبل الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام القادمين من دولة بنجلاديش الشعبية. استقبالهم على مجلس إدارة المؤسسة المشرف على قطاع استقبال الخريج الأستاذ ماجد بن عبد العزيز دانش وأعضاء فريق استقبال الخريج. أهل الحجاج 413 حاج. كان استقبالهم خلال القنصل العام دولة بنجلاديش ومعالي سفير دولة بنجلاديش وعدد من المسؤولين في مكتب شؤون حجاج دولة بنجلاديش. فريق الاستقبال الخفيج بقيادة عضو مجلس الإدارة الأستاذ ماجد عبد العزيز دانش لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام ما وفرته حكومة المملكة العربية السعودية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. حجاج بيت الله للحج قد قصدوا من كل فج عميق أتوا ملبينا للبلد.